السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في مقطع ثاني لعبتنا الرهيبة مك، اللعبة اللي نزلتها قبل كم يوم تقريبا وكنت لحالي وانجلت، وصلت الى اليوم الرابع تقريبا ومت. المرة هذه جاي معي فزعة، حياكم الله شباب جميعا. ازهل ياسر وعبد الله وفارس راح يفزعوا لي، نحاول اننا نصمل لاكثر عدد ايام ممكن في اللعبة هذه، لكن المصيبة الفزعة حقيني ما يدرون عن اللعبة اي شيء، ف بحاول اني اشرح لهم حد. وحنا خلونا ندخل الحين فكرة اللعبة يا شباب، زي ماينكرافت اعتبروها، تعيش كل يوم بيومه وتجمع موارد ويجونك زومبي في الليل، حاول انك تنجو في الليل لين يجي الصباح ويموتون، مو يموتون خلاص ما عاد يصبرون الزومبي، لازم تذبح اللي موجودين. الله يقلك ياسر ايش تبي؟ المميز في اللعبة هي الدائرة هذه عبد الله، يعني حجر. اوه في صناديق هنا مجانا، تعالوا عند الصناديق ذي. المميز في اللعبة الله يقلك ليس كم ذاك. اسمع شباب، المميز في اللعبة انه فيه صناديق بفلوس، لو تلاحظون فوق على اليسار عندنا الساعة 13 فوقها صفر، الصفر هذا إيه؟ يعني الفلوس اللي تجمعها بذبحك للوحوش هذولي، كل ما تذبحهم راح يعطونك فلوس تقدر تفتح فيها صناديق، عندك صناديق من 25 وأعلى، كل صندوق فيه شيء مميز، كل ما ارتفع السعر كان الشيء اللي داخل صندوق أحسن. الشرح مرة طويل يا شباب لكن صدقوني بتفهمون اللعبة، فجاهزين يا ربع؟ إن شاء الله. أوكي إن شاء الله. أنا الحين زومبي بيسكلي أنا. ايه اعتبرها راوندات زومبي، انا للحين ادور حجر ما لقيت شباب، حجر بالله. عندي 13 امسك. اعطني الله يصيب العدو، خذها كلها لقطها من الشارع. هلا ايش معي؟ كريست درو سبيد، اوه فيها حق البوت اتوقع، ياب حق البوت. هلا والله. فالحين اهم حاجتين جمعوا خشب وخلوني انا اصنع الورك بنش عشان ما نخسر خشب ونصنع اكثر من واحده، وثانيا بعد ما نصنع الورك بنش نسوي حديد، او نصنع مو حديد، نسوي تولز ادوات نكسر فيها الحجاره والاشجار عشان نقدر نجمع حجاره وحديد، فاهمين يا شباب؟ حلو. طيب فاهم هناك صالح يا ولد، وين سمعت بقر؟ اللي حرفيا سرفايفل. اسمع البقر، روح ذبحهم عبد الله، نبغى لحم. روح حرفيا سرفايفل يا سري، ذبح البقر، عطنا لحم. ما معي اكس. بالحجر لكمهم يا رجال، الحجر يا فارس. طيب ضروري يكون المنطقه حقتنا جنبها حديد يا شباب، فاذا شفتوا حديد في حديد في حلو، اجل بنبني الورك بنش حقنا هنا، وهذا هو بنيناه. يلا حطينا، خلوني اسوي لكم تولز. بالله تكفى. هات اللوت حقك عبد الله عشان اسوي تولز للشباب. انا جايك. عطني الخشب اللي معك، كل الخشب. هات خشب. عطنا ليتس جو. فارس وين شرط؟ خشب. قاعد اجمعك. الليل ترى يبدا الساعه 24، الحين الساعه 19، الحقوا. معي جولد الان. هذا جولد يا ولد. اي تقدر جولد. ضبطنا يا عم صالح. ابشر الان. اوه يبغى لي خشب ياسر، ابغى خمس خشبات. عبد الله استعد. عندي عطنا يا عبد الله. اقول ها معي فوق ال 20 تفاحه، تخيل. والله ليتس جو. تعال عطنا. صح، من اللي ذبح البقر ولا باقي؟ ما حد ذبح. ياسر امسك. انا ذبحت والله تفاح واجد. هذه ورقه، في ورقه. ياسر امسك خريطه، هذه يعلمك مكان شيء. هات اشوف. رميتها غلط. الجولد ما ينكسر بهذا صح؟ يا ما ينكسر. بغيت اهين الجولد. لا ينكسر ولا ما ينكسر؟ اي والله ما ينكسر. طيب ذبح البقر ذولي وجمعوا حجاره شباب كثير. كون. ها اعطيت 13 انا. انا انا علي الخشب والحجر. اوكي ما احجمع هذا الاشياء. طيب خلينا نذبح البقره عشان نجمع لحم. اوكي يلا يا شباب، معي 40 تفاحه. ايش هذا؟ انت شرطت بعيد ترى، ما ادري وينك. لا جنبكم يا رجال، الحين جايكم. ما اقدر اكسر ال عليك يا صالح الصناديق دي، ما اقدر اكسرها. لا شلغش ذا على كيفك، كم ما نحتاج الفلوس يا رجال. يلا بصنع لكم فرن عشان نطبخ فيه. بليل. يبي هات عبد الله، هات الفحم والحجاره بسرعه. الفحم ياسر، فحم حجاره. ها فارس قاعد تلقط. ما عندي فحم والله. في اشياء حلوه يطلع لي كل شيء على اليسار هنا. اسمع اقرا، اذا اخذت شيء اقرا فوق على اليسار يكتب لك وش هو وش يعطيك. اي هذا يقول هانجر درين سلور، يعني ما اجوع بسرعه. يا بيقلل الجوع حقك. اوه هذه معده صح؟ يب صوره معده كذا فاصوليا ما ادري. شباب الليل جاي باقي ساعه. فارس باقي ساعه، تعال انا جنبك. ايش تبغى؟ كيف عرفت الساعه؟ ابغى خشب. خشب شباب، خشب هنا هنا. تعال نصنع فرن. كل اللي عندك. ابغى اسوي تول انا. ما سويت لك، اصبر. طيب خلنا. لا باقي ايش يبغى ذا؟ روك. ما معي خشب، احتاج. يا ما في خشب يا منطقتنا خايسه. وامسك صالح 10 تفاحات على السريع. جربت. اصبر بسرعه. باكس. امسك فارس. امسك. رميت لك انا حقي. خذ. لكن في لين ننجو الليله ذي بعدين نصنع. احصروني عيل بموت. ياسر اشرد، اضرب يمين يسار. شوف ايش ترى يشبه الرابتر. يعني ما لاحظتم ان ذا يشبه الرابتر الصغير ذا. الله يا رابتر راس بقره. كانه دودو يا رجال، ما ادري ايش ذا الشكل. معه برطم ترى، ركز فيه.
جا واحد جا واحد ابلع اقسم بالله حسيتك زومبي يا صالح عما شلي هانا ذي شباب ما عاد اقدر الظاهر عندي تحريات ما عاد اذا جيت تركض وضربت يعطيك بوست بالازرق مع الركضه اي والله انك صادق يعطيك دامج اكسترا دامج اذا كنت تركض جرب تركمت على الفزعه هنا الله ياخذ الزومبي بقى واحد وراي الله يقلعهم هيا البقرة ذي شيء والله والله الزومبي يعطي خشب يبي يعطون لوت وخشب وشياء رسبر الراب ترى هنا تحت الارض وين قاعدين خلاص انقلعوا جاء الصباح الله ياخذكم خلاص باقي ساعة ويجي الصباح يا فزع عيال والله يقلعك عبد الله وراك واجد عبد الله شباب انا باقي لي 10 سبي وبموت الله يرحمني انا مت انت ولا هج هج بموت 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 والله ما اقدر اضرب مين انا طلعت في احد اهج من اكل اكل تعال 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 والله لا دلعك تعال اصبر عندي 10 تفاحات والله لا اكل اخ اكل تفاح قدام شوف ياكل قدامي شال هانا ذي الحين الحين اللحم اللحم ينطبخ ينطبخ بصنع لكم فرن الحين اصبروا اي عندي 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 اربع لحمات طيب امسك هذا الفرن يلا اطبخ اللي معه فحم حطه فيها امسك عبد الله رميت لك فحم هنا امسك امسك فارس امسك صالح يلا هات هات كفو التضبيط يا شباب انا مجمع لحم ناقصنا ناقصنا فحم شباب عبد الله اعطيتك فحم وين وين مديته فحم تعال خذ فحم هذا 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 قدامك فحم هذا فحم شوف اي والله معي 20 فحم اي قطيتها كذا واختفت حطه حطه في الفرن فحم جنبنا هنا بجمع زياده طيب حديد حديد شباب بسرعه فوكس حديد فوكس حديد اهم شيء حديد ايزي حديد انا بجمع لحم اللحم علي يلا انا بروح اجمع البيرش عليه الخشب الخشب عبد الله مو خشب البيرش مو عبد الله ياسر البيرش الخشب الابيض شجر الابيض الابيض والله بعيد هناك بروح بس حق ماينكرافت ذاك انكريز هيت شانس حلو افتحوا صناديق اذا عندكم فلوس شباب اخذ شجره ايش تسوي هيلث ريجينريشن حلو ليتس جو اتوقع يسوي ريجينريت للهيلث حقي كذا اوفر تايم لا ما يحتاج تضغطي انت فوق وخلاص بقلب امه باربيكي بعد شوي اللحم اللي عندي والله يا عيال الحين الساعه 20 للتذكير 20 20 يلا يلا معنا 4 ساعات احنا بعيدين على البيس ترى حقنا كيف الحديد معكم جمعتم يا رجال 32 لوس جو بس يبغى لها تنطبخ فارس ارجع البيس على طول البيس اي جاي جاي سوي لها هذا صالح فرنس يلا هذا الفرنس جاهز يلا اللي اذا معك حديد بحط الفحم حقي انا هنا حطيت الحديد كامل حطيت الفحم حقي كامل يلا شباب خذوا ذا ها في لحم في لحم في الفرن خذوه اللي يبغى حتى حط لحم والله جعان مره انا الليل جاء تعالوا ارجعوا ارجعوا بيس عيال ارجعوا بيس طبعا طبعا فارس ما يجوع انا جاي الا معي ايه معي 40 تفاح يا رجال والله يقلع بليسك وصح الجوع عندك اقل ما نقدر نصبر الله يخليهم احد جاء صارت سوي سيف مالك الجولم الجولم ما يديني اسوي سيف اذبح الجولم اذبح الجولم اثنين جولم يا عيال اثنين حجريين فوكس الحجريين اول ها ها اصبر عندي رابتر عندي زومبي فارس نبيك اصبر جاي الجولم هلا والله هلا والله جلدتهم جد وين الجولم؟ ذبحته 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 انزل لي 1 بيون ذبحته باقي ثاني باقي ثاني القم بس يلا الله يقلع شكله ايزي 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 خلاص مات 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 اضرب القروي ذا الهطف ترى رئيس هذا الجولم ثالث اي ما شاء الله ما شاء الله بفوكس الجولم بفوكس الجولم الله يقلع لك وجهي الزبده انا بشرت شويه بهيل اوكي يا اخي شايفهم اربع جولم كفو عبد الله والله لا تدخل في وجهه ليتس جو اذا جاي يرمي حجر اشرب ايوه مات مات في واحد شرب في واحد شرب اي هذا البوس ذا حقهم اظن مات 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 ايزي هذا احنا ما معنا سيوف شباب اي والله شو ايش يحتاج السيوف مثلا في واحد قاعد حديد ماتوا 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 اللي مع الباربيكيو عبد الله اللحم نبي لحم ضروري ذيب 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 اما ذيب يب ايزي 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 مات مات خلاص ما عاد احد بيرسب نذبح هذول خلاص اسكو باقي واحد هنا هذا عبد الله معليش الله ياخذهم والله اي بس زوم بغى يلقم عبد الله يا يا اللحم لحم حطيت 16 وش شفاعي اللحم 16 لحمه ابغى لحمه تلقاها في الفرن في الفرن فك فك اطلع من الفيرنس مني في الفيرنس انا قاعد اعبيك والله طلع لي شيء اسمه وولف سكن ما ادري وش هو يا ساتر اي اتوقع 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 طيب تبون سيف صح واحد يبغى والله عطني عطني يبغى لنا ايرون ناقصنا ايرون ضروري ايرون اخر حطيت واجد يبغى لنا فحم اجل واحد يروح يجيب فحم يا شباب امسك عبد الله عبد الله عبد الله ايه حلو ذا مره امسك عبد الله تكفى سيف والله انك كفو قاعد شهوب توقع جاني توقع جاني سيف ليتس جو ابي ابي سيف روح انتظر الحديد ينطبخ انتظر الحديد ينطبخ واضبطكم
الله معي 120 ريال 119 سيب الكون حقين ايش تفتح صندوق البوبتين ايه ايه ما بفتح الحين شباب في صندوق تشيست جنب ال الورك بنش عشان احط فيه الخشب والاشياء هذه اللي الثمينه حلو 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 والله ما في ايرون ابي ننقل يلا ابي ننقل والله يا بنقدر عادي بعدين بس ملي يبغى سيف تعالوا هنا في سيفين انا هنا ولا بحطهم في الصندوق متى ما رجعتهم خذوهم انا جايك معك وش فائده الورود بالمشروم المشروم يهيل او يرجع لك ستامينا اوه او جوع برضه كله كل واحد لون ايه ايه شو البلان ايش رايكم ننقل من هنا لان احس انها يبغى انا ايد والله انا قصدي راح اجمع لحم زياده اوه في خريطه اذا ضغطت ام اي والله شو اشكالنا شوف تشوف التعجب اللي تحت يسار اي والله نروح له هذا ايش نروح له بس ما احنا ما اتوقع ان احنا جاهزين صراحه اصلا وش ذا ما ادري والله الزبده سويت لي ادوات يا جماعه من الحديد امسكم سكوبا عطنا بحط لكم حديد هنا اللي يبغى يسوي انا احتاج اكس شوف حطيت وهذا البيرش اصبر انزل طلع من الصندوق هذا البيرش وهذا الخشب العادي وهذه ادواتي القديمه اذا تبونها بس يلا تفضل مو طالع لي الود بكاكس كيف اسوي ال انفل انفل هنا لازم هنا هنا هنا, هنا انفل وين ايرون ما في ايرون الانفل في الانفل الله يقلع ام الدلاخه امسك امسك صنعت لي اثنين ستيل اكس واحد يمسك ها اي سي ايوه مع وينهم وينهم بس احد مع بيرش لا لقيت خلاص جو 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 ابلع ابلع والله مع السلامه والله جلدتهم يا عيال بالسيف يا بالسيف فنان هلب وين رايح ذا الحجري اه يلحق واحد يقول عشان يضرب الارض والله يا عيال احنا قوي او ماي جاد ياسر ليش تبعد هناك او ماي جاد تا 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 اما الذوب ما الذوب الذوب الذيب ما يعطي فلوس ليش لا يعطيك وولف سكين تسوي فيه دروع اقلع شكل السيف فنان والله مره خطير اي والله يا سعد بموت سلوني ديم حتى يسوي نوك باك السيف تصدق عيال بس شقه ظلام لازم اهرب ياسر خلك بعيد خلك حولنا خلك في النص بيننا هنا تعال هنا تعال شوف التعجب واحد يلحقوني يدين وينك 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 ابلع ما اشوف ابلع هذا انت من اللي هنا بينجلد عبد الله عبد الله ما اضربكم صح؟ لا لا ما في فريندلي فاير ما في حلو حلو لا لا ما فهم اوكي انا قاعد ادمج وقاعد انجلد خلونا نهيل شوي هلا ابلع هلا بالجت باك والله انها خطيره الجت باك يا يعني كلهم علي اي والله حتى انا عندي تصدق توني ادري لانه واضح انك دجاجه قاعد تشرط القم يال اتوقع اني قربت 85 معاي معي 182 يا عيال من اللي معه 20 عشان افتح صندوق 200 معي 87 انا انقلب عطني ريالين 20 ريال ريالين 20 يلا خلينا نشتغل حلو والله نجونا اوه في فلوس هنا في البدايه شباب في سبون صالح صندوق 200 تعال اعطيك عندي 204 وينك 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 حط عجب حط عجب عبد الله خلينا ناخذ الاغراض ونمشي يلا يلا جاي المكان اللي نتهاوش فيه تعال يلا يلا ناخذ الاغراض ونشرد افضل بس بفتح 80 انا دقيقه اعطاني اسنان دراكولا وش يسوي ماكس اتش بي اون كيل اه يرفع لك اوه يفلك على طول وينك عبد الله وينك وين الصندوق هذا هناك هناك الصندوق هناك كمل وين لا 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 شباب هذا. اشيل البيت اشيل الاغراض ايه بنجي الحين بس خلنا ناخذ الصندوق ذا واجيك هذا وخر ولا تاخذونه بالغلط الحين الله وش ذا اوه ديل مور دامج وين موفينج فاستر ها كيف يعني اقدر اركض وتشف وتشف وتشفتي اوح الدمج كم ادمج كم الرقم 52 مال حلو والله شوف بعد فلوس ما عاد عندي الا 4 ريال طيب وين ننقل تقولون للتعجب ما ادري بس تعالوا لقطوا معي البيت يلا 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 الصندوق كامل اللي فيه تبون نروح للتعجب والله ما ادري بكيفكم بكسر الصندوق اكسر ولا اقدر اسوي بيك اب ما لي اكسر صح يلا انا اكسر الورك من اللي كسر مني خل سوى ذي اي أيوة والله شوف يعطيك قره كذا شوف اي أيوة والله يلا يلا لكم فيها لحم ذي ما اخذنا اللحم اللي فيها اخذت كل شيء في الصندوق يلا 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 من يحدد الوجهه انت عند نروح للتعجب جهه التعجب والله جلب من فضول مشينا يلا 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 ما ادري وين اصلا يلا ذيك ذاك ذاك يلا يا تسملون نرسم البوس اللي هنا ونجلده اقول تعود من ابليس والله يمدينا اي والله تعود خلنا يعني نطور شويه اول بعدين نفتح صناديق زياده بعدين نجيبه والله ودي صراحه خلنا نشوف كم ليفله ستارت باتل والله ما يكتب لك ليفل بس ابدا المعركه كنسل ايوه اقدر اكسر الفر ذا انت وش على يوم وصلته اربعه
أربعة يلا يلا نكسر الرقم القياسي بعين قادر أتحداك أصبر طيب هنا اليوم الثالث خلاص فتحت الفيرود بس ما أدري عمين انت حبة كون سلف حبة إيش إنكريس حبة كون حبة كون سلف أمسك أمسك عندي أربعة كوين خذ حلو والله بفتح هذا وش ده بلو بيل يعطيك درع أتوقع أي أتوقع أي درعي والله درعي يلا في كوخ في كوخ أي والله تلقى فيه لوت ترى ها أورنج جوس أتاك سبيد هلا والله اه الكوخ عنده فيرنس عنده مد... هلا والله زبلتها زبل فيها ها تعال تكه لي هنا الله الصندوق فلوس وحبل شوف شوف اصبر اعطاني اعطاني وود ما عاد نبغى الود بيكاكس ذي الاشياء قربنا 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 متعجب مره قربنا لا لا عبد الله تعال عندنا عبد الله تعال عندنا اوه اخذت اجل عطنا لك رسمنا رسم الوحوش يا بيب خليني اعطيك اوه اقوى اقوى ترى اقوى الله يستر والله اقوى خلونا جنب بعض عمي اللي جوعان يهيئ اركب عليهم اوه انا جوعان شباب من اللي مع الحم بوس 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 رابتر هذا رابتر الفا يا العبارك عبد الله الله انا هي لما اذبح ما تخيله خطب خطب عليه مع بعض عيال الاتاك سبيد عندي مره عاليه والله انا منتف طب طب عليه طب عليه يا اخي قرون يا غدره لا تجي غدره تعال واحد عبد الله حط الفرن ولا معي الفرن صح بحطه 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 والله انا معي هذا الفا هذا الفا عليه عليه جمعه او الذيب راسه قدامي الله يقلعك احا نايس اه والله ايزي حلو ايش ما انت اه حطيت ايرون كل عمد الاخ وينكم يا عيال وش ذا يا ولد كثار يا ابي يا وين ما شفت شيء وين مين ام ديد يا عيال اهرب 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 لا تموت بعطيك اكله تعال تعال بعطيك لا هنا هنا قاعد اطبخ قاعد اطبخ اه خلاص خلاص الله ياخذ اصبح اصبح ديب 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 يا طق اربع لحالي خذوا خذوا فلوسهم تراكم ما تاخذونها يا عيال مروا من فوقهم خذوها اخذ دمبل ايش تسوي دمبل بيس 93 بفتح اصبر الهامر حق الثور عيال عندي عيال عندي السيف هيلينج الاخ الثاني يجيني هنا يا عيال صارت اسعارها غاليه ليه صناديق ما تلاحظون راوندات الظاهر الا ب 29 يا وش هذا تشالنج جارديان ايش هذا تشالنج جارديان لا 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 تسوي تشالنج تتحدى الحارس ما انا ابغى اتحدى في هامر في هامر في اللعبه اتوقع ما ادري لان انا مكتوب اند هيز هامر واز الكتريك وش ذي اذا اذا كسرت شيء يجيك كهرباء او اذا ضربت احد الاعداء تكهرب اللي حولك اوكي طبعا كمل وجهتنا طيب اصبر لحم لحم هنا اللي يبغى لحم يا ساتر يا عيال يلا 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 ليتس جو ليتس جو بسم الله التعجب ذا اللي ما ادري وش مر الكوخ الثاني ها فيه شيء هناك اكيد هي. يوم الرابع صالح اصبر اهم شيء نعد اليوم بس خلاص الله يقلعكم انا الحين ببدا خرب اوه شباب تعال شوف التعجب وشو وش تعال طول شوف سفينه كذا مهجوره اح ايه ترى لازم نبنيها اذا بنيناها اتوقع نقدر ننحاش او شيء اوه شوف نايس. شوف المظلله الاشياء المظلله كذا هايلايتد هذه تبنيها الشراع كنا هناك نبنيه فهو روح روح السفينه على طول تخيل نحاش من خمس يوم ما ادري هي كذا الفكره ولا الفت انا بس نشوف حريات يا رجال لا حل حل صح كلامك يا صالح فيها فيها صناديق يا ولد انا دائما صح ما تنفتح كله بفلوس اوكي لا والله في خريطه تعال شوف صالح يا عيال نقدر نسد فتحات ونبنيه لا يصير يرمون عليك من بعيد اي تقدر تبني الاشياء ذي شوف الا هول ود 10 ود وما ادري ايش تعال الجستر داخله خريطه اوه خريطه اي والله اللوك جيم اوه خريطه ليه. الجواهر ليتس جو بس وش اقدر اضرب فيها اوه يا عيال تضغط ام يطلع لك اضغط ام اوكي ايوه ما طلع لكم شيء الا 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 اي والله هنا قدامنا في 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 وفي جيم عندها استفهام تعالوا هنا الذهبيه خلينا نشوف ايه هنا توقع في الخريطه شوفوا احنا فوقها بالضبط لا البوس ذا الظاهر ماسكها بيده اي والله نسوي له تشالنج عيال لا هاش بشكل قوي يا عيال تشالنج جاردين ما خلاص الان احنا وصلنا للمرحله ذي لازم نسويها والله ما اظن ما عندنا دروع حتى قال وصلنا للمرحله كيف نسوي دروع في دروع ما في دروع اي اقول اوه انا لابس قول عيال جاي الليل عيال جاي الليل والله اني تحديت لا لا اوه عنده واحد هذا اخبط اخبط اجلدوه خلي فوكس واحد منكم نطوا نطوا اذا قفز كذا والله يمديني يمديني عليه قفز 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 وخروا وخروا يا شباب وخروا عن الضربه لما ينزل ها لا 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 لا
يا عيال ايزي. اوكي. اوه مت انا مت. اما اقول على شكلك من ضربه. يا عيال ايزي بلقب. بيضرب ضربه قويه. الله يقلع. الله ياخذ. اوه مت انا. ام ديد. ما شاء الله. سوى حركه. اصبر اصبر طيب اشردوا عشان ما تموتون وتهيلونا. خل وقت يعدي. ياب ياب ياب. اوكي اوكي اوكي. والله باقي لي 900 بس. ياب والله فقعنا وجه. بس ما له داعي نموت. اصبر ياسر. ياسر ابعد ابعد ابعد. الله رسم النواحي. رسم الناس ثانيين. ياسر وراك شرب خذها. اوكي انا بموت. وش مريت؟ مات عبد الله. ياسر اشرد اشرد يشوفك ترى كمبيوتر ما يحتاج يشوفك فعليا. اوه اي هذه هذه اللي جابت فين العيد. اشرد السفينه ياسر شغل السفينه اشرد. الله يقلع اثنين وراك. لا لا مخي عندنا يا خلي. من اللي قال اربع ايام ما صالح صالح بقى هو تحدى عشان يخرب الكلب. لا والله لانه شيء جديد ابغى اجرب يا اخي. والله ايزي صراحه. والله ما قصرنا. والله ما قصر بس حرام يا اخي اربع ايام بس. والله جلدناه تقريبا شوف باقي 800. والله ما ادري. عموما يا جماعه اذا تبونا نكمل مره ثانيه ونحاول للمره الثالثه بنكون عارفين اللعبه صح ونركز صح ان شاء الله اكتبونا تحت التعليقات. هذا اللي كان عندنا اليوم. قنوات الشباب تحت في الوصف. السلام عليكم. We'll be right back.